للموسيقى فوائد لا حصل لها على الصحة النفسية والعقلية وبالتالي الجسدية، فهي بحسب الكثير من الدراسات تساهم في التخفيف من الاكتئاب والقلق وتحسين المزاج وزيادة الانتاجية في العمل، كما تساعد على مكافحة الإجهاد والتعب ومنح أعلى درجات التركيز. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو دكتور كيفن حافظ، استشاري طب عائلة وطوارئ. وصباح الخير لأول مرة في الاستوديو، منورنا دكتور. تسلمي لي يا مها، شكرا فيصل. صباح الخير لكم ولكل مشاهدي العربية في كل مكان ولوالدتي في كندا. أكيد طبعا طبعا. بسأل دكتور كيفن في البداية، فين كاسة الشاي؟ ما جابها معه صح؟ هاي تختص بمكتب جدة، فاعذريني على هالموضوع. نجيب لك واحدة هنا بديل. طيب دكتور، بما أننا نتكلم عن الموسيقى، نعم، ما علاقة الموسيقى فعلا في مجال الطب؟ هل لها تأثير فعلا؟ أكيد طبعا. نحن اليوم رح نتكلم عن الموسيقى من الناحية الطبية فحسب، يعني قد يختلف معي البعض من الناس عن أنه الموسيقى تهوي أو لا تستهوي، لكن نتكلم من الناحية الطبية. من الناحية الطبية، في طبيب كان أو ما كانوا يعتقدوه أو يسموه إله الطب وإله الشفاء، اسمه أمحوتب. أمحوتب هذا من على أيام الفراعنة كان أول من عالج المرضى بالموسيقى، وتكلم عن ذبذبات الموسيقى وتأثيرها على الدماغ وما شابه. ثم جاء بعده في بعد تقريبا شيء ما يقارب 900 أو 1000 سنة، ابن سينا. وابن سينا تكلم عن مسكنات الألم، وتحدث أن مسكنات الألم ثلاث: أولها المشي الطويل، وثانيها الغذاء الطيب، وثالثها الانشغال بما يفرح الإنسان. فإذا ما كانت الموسيقى تفرح الإنسان، فهذا يعني أنها من مخففات الألم، لا بل من كما ذكرتي ما يحسن الإنتاجية وما شابه. طيب احنا فن، يعني الآن المشاهد لما يسمع أنه الموسيقى تؤثر على الصحة، وين بالضبط؟ يعني خلينا نحددها أكثر ونوضح الموضوع أكثر. نعم. كيف ممكن تؤثر على الصحة؟ صحيح، كلام جميل فيصل. الموسيقى فيصل تؤثر بالإنسان، ليس فقط في وفيك وبالكبير وبال، تؤثر حتى في الجنين في بطن أمه، وهو في بطن أمه، لأنه أول عضو يتشكل عند الجنين هو عضو السمع، وهذا تقريبا حوالي الشهر حوالي الأسبوع السادس أو الأسبوع السابع من عمره، فيبدأ بسماع دقات قلبه ودقات قلب أمه، ويتأثر بالسمع الخارجي. الموسيقى تؤثر بالإنسان بمزاجيته، تؤثر ببعض الأمراض، مثل عندنا الأمراض على سبيل المثال القرحة المعدية. القرحة المعدية لا ليست مسببها الطعام أبدا. نعم الطعام قد يزيد من مشاكل القرحة المعدية للناس اللي أصلا عندهم القرحة، لكن المسبب الأصلي والأساسي للقرحة هو التوتر. فإذا ما كانت الموسيقى تخفف من التوتر، هذا يعني أنها تعالج القرحة المعدية. كذلك الإنسان الذي أصيب بضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم نقول أكثر من 90% من المسببات هي كمان التوتر والانفعالات النفسية وما شابه. فإذا وهناك دراسة أن موسيقى مثل موزارت، يسموها موزارتسيان إفكت أو تأثير موسيقى موزارت على الناس يلي عندهم ارتفاع في ضغط الدم، والناس اللي عندهم مشاكل في نوبات القلب، لا بل الناس اللي أصيبوا بسكتات دماغية ولا يستطيعوا التحدث والكلام بسبب أنه صار في مشكلة في الفص الأيسر من الدماغ، هؤلاء ننصحهم في برنامج اسمه برنامج اللحن الموسيقي، يعلموه الأطباء كيف يردد اللفظ مع اللحن، فبالتالي ترجع أو نتأمل أن تعود اللغة إليه، ونراها في أمور كثيرة، يعني في نسب عالية جدا. إذن إحنا يا دكتور نتحدث عن الأمراض التي يكون سببها أكثر نفسي، وبالتالي لما تحسين المزاج والنفسية يؤثر على
تحسين نسبة أو زيادة نسبة الشفاء. صدقتي مها، طبعا أنا لا أفضل أن أفصل النفسية عن الجسدية، لأنه أغلب أمراضنا الجسدية للأسف أصولها نفسية. جميل، طب عن أي نوع من أنواع الموسيقى نتحدث بما أننا نتكلم؟ نعم طبعا أتحدث حصرا هنا عن الموسيقى الهادئة. كما أشرت، موزارتين إفكت على سبيل المثال، التأثير الموسيقى موزارت. أضف إلى هذا أنواع من الآلات الموسيقية التي درست وأشار عنها أو أشار إليها الباحثون، أنه مثل الناي الناي فهناك سنتور أو مثل القانون هي كمان. نعم صحيح صدقت، هذه الموسيقى رائعة جدا. حتى البيانو، البيانو رائع جدا. البيانو فيصل جمالها أن تحفز المكان الأيمن من الدماغ. هذا المكان الأيمن من الدماغ مسؤول حصرا عن الإبداع والتركيز، فلذلك نرى أن من يتعلم البيانو أو الناس اللي يحبوا يعلموا أولادهم البيانو سيبدع. أنا على يقين أنه ابنه سيبدع في مادة الرياضيات الماث وكذلك كثير، لأنه يصير عندهم نسميها special. أجل لازم أتعلم بيانو. Special thinking، special not special، special اللي هي المكان، تحديد المكان، فيصبح عنده سرعة في تحديد المكان، الإمكانية والزوايا والعروض والخطوط والأشكال الهندسية. لذلك دعني أقول بحق أن المهندسين ربما يكونوا أذكى من الأطباء، واعذروني لكن الأطباء أكثر عملا وجهدا. لا أنا عرفت حل مشكلة الرياضيات بالنسبة لي. بيانو. بتلعبي بيانو؟ لا لازم ألعب بيانو عشان تلعب بيانو. معناتها الرياضيات عندك لازم تكون منيحة. والله يعني ما بين وبين يعني لسه، لأن دوبي تعلمت البيانو. طبعا إن شاء الله نتكلم عنه بعد سنة إن شاء الله ونشوف. نعم طيب جميل جدا. إحنا يمكن دكتور كثير من المشاهدين الآن بمجرد ما طرحنا الموضوع أخذوه بجانب مختلف يعني sure. وأنه موضوع أنه الموسيقى أساساً ما بين تحليلها وتحريمها. كيف نقدر نوصل فكرة فعلاً أنه الموسيقى تكون هادية بأمثلة أو تهديك بأمثلة أو يعني مثلاً نحن بنشوفها في مستشفيات مثلاً صح. بنشوفها في فنادق صح، بنشوفها في مثلا أماكن الاسترخاء والاستجمام صح. فيصل كلنا إن كنا تقبلنا الموسيقى أم لا يدندن على شاكلته كلنا. يعني عندك الطفل لا ينام إلا على أنغام أمه وصوتها الحنون حتى يهدأ ويشعر بالطمأنينة. عندك الرجل الدين، يعني إن كان رجلا دينيا مسلما فيعشق تراتيل القرآن والأناشيد الدينية، وإن كان مسيحيا يعشق ترانيم الإنجيل وال أجراس الكنيسة، وهذه كلها إن قبلنا أم لم نقبل هي موسيقى. فأنت تعلم بدراستك للموسيقى أن الموسيقى هي عبارة عن صوت يبدأ بسيطا ثم تتركب هذه الأصوات فتخلق لنا هذا الجو. والموسيقى هي لغة يعرفها كل الناس، هي اللغة الوحيدة التي يفهمها يتفق عليها كل العالم على مدى الأزمان والمكان. فنعم البعض يقول ربما هذه ليست من ثقافتي، طبعا له ثقافته ولا نختلف، لكن أنا أؤكد أن من ثقافته هذه الدندنة والتراتيل والأناشيد، سميها ما شئت لكنني أسميها موسيقى. حتى بالنسبة للقبائل، يعني لو رحنا القبائل لديهم بعض الموسيقى الخاصة بهم مثلا أكيد. من العرضات أكيد. كل بلد لها ترانيمها العسكرية والطبول، وعندنا الناس اللي يحبوا يروحوا مثلا صيادين السمك عندهم موسيقاهم. عندنا في الجيش في العسكر أول ما يدخل في الجيش يعلموه الأناشيد إضافة إلى التمارين الرياضية وما شابه. فالأناشيد العسكرية تحمس وتعطي الحماس والقوة وما شابه لهذا. والآن الرياضيين، أنت
خصوصا في بلاد الغرب، لا أعلم إذا طبقوها في بلاد العرب أم لا، عندما يدخلون إلى ملعب الكرة كرة السوكر الفوتبول، لازم الآن في بلاد الغرب هذا من 4 سنوات تقريبا يضع الرياضي في أذنيه الموسيقى، حتى لو كان في غرفة موجودة الآن. نعم يعني لمدة 30 ثانية بحوالي تقريبا 31 قطعة مركبة موسيقية تحمس وتدفع بهذا الرياضي إلى العمل أكثر وجهد أكثر. كذلك العداء، هناك دراسة أمريكية أثبتت أن العداء إذا ما وضع أو الذي يجري يعني الموسيقى في أذنيه أثناء الجري فهذا يقلل من تعبه ومن جهده. طيب دكتور، في توجه الآن لأطفال التوحد وعلاجهم بالموسيقى، فإذا نتحدث شوي عن هذا الموضوع كيف رائع ممكن؟ جدا. تعرفي الآن بعد الاستوديو مدعو إن شاء الله إلى زيارة مدرسة النور اللي هي في دبي لأطفال السبيشال نيدز والتوحد، وأوجههم تحية خاصة الآن. هذا الموضوع التوحد الآن منتشر بشكل غريب في مجتمعاتنا، ربما لأنه الأطفال أصلا نحن أو نحن كأطباء كان عندنا تقليل في تشخيص هؤلاء، فالآن بسبب وجود التشخيصات وما شابه صارت النسبة، لقيناها أنه النسبة عالية، فلقينا أنه الطفل التوحد متوحد يعني منزوي على نفسه لكنه يسمع وتتأثر بعض خلايا دماغه وخصوصا الفص الأيسر من الدماغ بأنواع ذبذبات موسيقية معينة تجعل منه ينتبه إليها. يعني أنا ممكن أجلس لمدة ربع ساعة أمام طفل التوحد وأتكلم وأتحدث معه ولا يعيرني انتباها، لكن إذا ما وضعت له الموسيقى ربما هذه تؤثر به. قد نرى أيضا على الطفل الرضيع لو مجرد ما يستمع للموسيقى ترى تعابير وجهه مختلفة ودائما ما تكون إيجابية. صحيح. يعني احنا في الأخير ما لسنا مع أو ضد، ولكن أنت عزيزي المشاهد اللي تحكم بالموضوع هذا شوفه بنفسك واحكم. عموما نشكر دكتور كيفن حافظ استشاري الطب وعائلة اللي تواجد معنا. نعم بس أقل من ثانية. أنا لا أتكلم هنا عن الموسيقى الصاخبة، الموسيقى الصاخبة تدمر بالإنسان وتقدم على ربما الانتحار وما شابه والجرائم وهكذا. أنا لم أتحدث أبدا عن الموسيقى الصاخبة، وابتعدوا عن الموسيقى الصاخبة إن أردتم. خليكم على الهادية. شكرا لك. شكرا.